بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل اكسرسايز بين اسئله الامتحانات اللي جت على الوحده الاولى بعد ما احنا شفنا الوحده الاولى ونشوف الاسئله بتيجي عليها ازاي. اول سؤال عندي بيقول لي supply the missing parts in the following diagram. supply the missing parts in the following diagram. السؤال ده كده معناه ان انا هكمل الفراغات اللي موجوده في الحوار اللي جاي قدامي. اول حاجه عندي علي وعندي احمد. علي بيقول لاحمد this is my wind surf board do you like it. ده الويند سيرف بورد بتاعي، انت بتحبه؟ فقال له يس وندرفول، يس وندرفول، نعم انه رائع. بعد كده المفروض ان علي قال لاحمد اتس ميد اوف بلاستيك فوم، اتس ميد اوف بلاستيك فوم. يبقى المفروض ان احمد دلوقتي هيسال علي السؤال اللي هو مما تصنع او هو صنع من ايه. يبقى لما اجي اجيب السؤال ده مما اللي هي ما او ماذا اسمها وات، يبقى هقول له وات is it made of. السؤال بتاعي تاني what is it made of، يبقى مما تصنع. فقال له it's made of plastic foam and it's covered with fiber glass، وكمان هي مغطاة بالفايبر جلاس. طيب رجع بعد كده احمد سأل سؤال، جه علي رد عليه بإجابة وقال له because plastic foam is light and buoyant، لان البلاستيك فوم ده خفيف وبيطفو على السطح. تمام، يبقى هو ساله سؤال هنا طالما فيه بيكوز يبقى السؤال هنا بواي. واي از ات ميد اوف بلاستيك فوم، واي از ات ميد اوف بلاستيك فوم، ليه هو اتصنع من البلاستيك فوم. عفوا. طيب بعد كده احمد قال له واي از ات كفرد وذ فايبر جلاس، وهنا بيقول له لماذا هو مغطى بالفايبر جلاس. السؤال هنا واي، الاجابه هتبقى بيكوز، يعني هما السؤالين الاجابه هنا مكتوبه والسؤال اتعمل، هنا السؤال موجود والاجابه هي اللي هتتعمل. يبقى هنا بيكوز ات از، بيكوز ات از هارد اند تاف، لانه بيبقى صلب وايه ومتين. يبقى ده شكل السؤال بتاع الديالوج على الوحدة الأولى في الامتحان. سؤال تاني، طارق بيقول له هلو سمير I see you in hurry، أنا شايفك مستعجل. فسمير قال له هلو طارق I'm going to buy some electric wires، أنا رايح أشتري بعض الإيه الأسلاك الكهربائية. طارق سأله سؤال، سمير رد عليه قال له electric wires are made of copper، electric wires are made of copper. وهنا لازم اخد بالي من حاجه ان انا هنا عندي ار، يعني ما ينفعش اقول له what is it made of اللي انا قلت عليها، لا هنا هقول له what are they made of، what are they made of. طب مش عايز احط زي، يبقى what are electric wires made of، بس انا بحط زي بقى ما اكتب الكلمه دي كلها تاني. طيب قال له هنا will، بعد كده زي ما اتفقنا ان الاجابة فيها because، يبقى السؤال هنا why، why is it made of copper، why is it made of copper، ليه هو اتصنع من الكوبر. قال له لان الكوبر ده conduct electricity very well، بيوصل لي كهربا كويس. ايه تاني، it doesn't stretch، لا يتمدد، or break easily when bold، او ما بينكسرش بسهولة لما بيتشال. نفس الكلام عندي برضو دايلوج بيجي يقول لي صلاح بوت نيو بايسكل، صلاح هنا اشترى دراجة جديدة. فأحمد قال له حاجة، رد عليه صلاح وقال له this is a bicycle. يبقى السؤال اللي أحمد سأله له هنا what is this، ما هذا، رد عليه قال له this is a bicycle. جه أحمد قال له what is it made of، يبقى المفروض ان انا اقول له it is made of، وهو كاتب لي كلمة steel. بعد كده هعمل هنا احمد هيعمل سؤال، السؤال اللي احمد هيعمله هنا يبقى why is it made of steel، هو ليه اتصنع من الستيل، لان الستيل is tough because steel is tough. يبقى what is this، this is a bicycle، what is made of، it's made of steel، why is it made of steel، because steel is tough. طيب سؤال